قدم نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي مقترحا من 6 نقاط لحل الأزمة بين بغداد وأربيل وإيقاف التصعيد لتجنب أي صدام مسلح في المناطق المتنازع عليها. واقترح علاوي أن تتم دعوة الأمم المتحدة لدعم الحوار من خلال إرسال فريق من الخبراء داعيا إلى إيقاف التصعيد والحملات الإعلامية والقرارات التي تتسبب في مزيد من التوتر. ثانيا، هذا راح ينقل أجواء ما بين بغداد وأربيل، وثالثا راح يفتح الأبواب أمام سن قانون للنفط والغاز، ورابعا سن قانون لتوزيع الثروات المالية. فليش ما تسوي؟ أنت قال أنا جاهز هسه أسوي. فاتصلت بالأخ عدنان، اتصلنا بوزير النفط، واتصلت برئيس الجمهورية النيابة الأخ مسعود وافق. ورا شهر أو أقل من شهر صار موقف في قطع المخصصات عن كردستان، واللي اثار الاخوان الكرد، وما ادري اذا حضراتكم رحتوا في هالمرحله السابقه الى كردستان، توقفوا كل مشاريع التنميه. فالبيئه السياسيه اللي خلقت في العراق ادت الى هذه الانفلاتات للاسف، وادت الى ردود فعل غير محسوبه ولا تقع في سلامه وامن العراق.